السلام عليكم حبايبي الابطال الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقتنا النهارده بعنوان نادية تتسوق. عايزه اسالكم سؤال، حد فيكم بيروح مع ماما السوق وبيشتري طلبات ولا لا؟ قولولي كده، لما بتروحوا بتعملوا ايه؟ وبتساعدوا ماما ولا بتتعبوها وانتوا هناك؟ تعالوا كده نشوف نادية عملت ايه هي ومامتها. نادية ومامتها كانوا في مكان او في مصر، يعني سائحتين جايين من دولة تانية، ممكن بقى دولة عربية تانية، جايين عندنا في مصر ورايحين يعملوا ايه؟ يتسوقوا او يجيبوا شوية طلبات ليه. طيب تعالوا كده نشوف عملوا ايه. اول حاجة عملوا حاجة اسمها قائمة التسوق، اللي هي قائمة كده بنكتب فيها الطلبات اللي احنا محتاجينها قبل ما نخرج، عشان نتأكد ان احنا ما نسيناش حاجة محتاجينها في البيت. طيب القائمة فيها ايه هنا؟ فيها معجون سنان، فيها عسل، فيها كتاب، مشط، خبز، دواء، وقميص، وفرشاة اسنان. كانوا هما جابوا معجون سنان ومشط وفرشاة اسنان، وبقى لهم باقي ايه؟ الطلبات. اول حاجه مامتها راحت للمخبز وقالت للخبازه انا عايزه ايه؟ انا عايزه شويه عيش، والعيش كان ب5 جنيه. ولاد فديته كام؟ نفعت له كام؟ 5 جنيه. تمام كده. طب بعد كده عملت ايه بقى؟ راحت للبقال، راحت متجر البقاله عشان تجيب ايه؟ تجيب عسل. ودت البقال هناك برضو 5 جنيه. عايزاكم تركزوا في الاسعار عشان هنحتاجها في الحلقه بتاعه التمارين، مهمه جدا جدا. طيب بعد كده عملت ايه؟ رحت الصيدلية عشان تشتري الدواء، ولما اشتريت الدواء، الدواء كان ب9 جنيه. يبقى هي ادت الصيدلي كام يا حبايب قلبي؟ 9 جنيه. برافو عليك. تعالوا نكمل مع بعض. بعد شوية راحت بقى ايه؟ محل الملابس. اشترت هي قميص جميل جدا ب40 جنيه. يبقى مامة نادية اشترت ايه بعد كده؟ قميص ب40 جنيه. تعالوا نكمل بعد كده عملوا ايه؟ وبعد شويه بقى راحوا مكان او مكتبه اللي هي بيع الكتب عشان يشتروا كتب. ناديه بتحب القرايه جدا وهي راكبه القطر، عشان هي عايزه لما تيجي ترجع بيتها تاني تقعد تقرا وهي ماشيه في الطريق. مامتها دفعت للبائع المكتبه او البائع اللي في الكتب دي، بدفعت له كام؟ 7 جنيه. طيب بعد كده حصل ايه؟ مامة ناديه شافت كتاب جميل جدا جدا عن الخرايط في العالم، كان نفسها تجيبه بس لقت سعره 50 جنيه، ولقت ان الفلوس اللي معاها مش هتكفي، فقامت عاملة ايه؟ قالت خلاص المرة الجاية هحوش واشتريه في المرة الجاية ان شاء الله. طيب تعالوا كده نحل السؤالين دول. الشخصية اللي ذهبت نادية معاها للسوق كانت مين؟ ها مين؟ يلا قولولي. الام. برافو عليك، وهي راحت مع الام. طيب اخر مكان ذهبت ليه نادية، يعني نادية راحته، اخر مكان راحته كان ايه؟ يلا مين فاكر القصة؟ مين هيقولي؟ برافو عليك يا عمر، طبعا المكتبة، مكتبة بيع الكتب. انظر إلى الصور التالية لترتيب أحداث قصة نادية ووالدتها السابقة. يلا تعالوا نشوف، هنرتب، عايزين نشوف راحوا فين الأول. أول مكان راحوا فيه إيه؟ يلا مين فاكر؟ برافو عليك يا هدى، راحوا المخبز. طيب بعد كده يا هلا راحوا فين؟ ها مين هيقول؟ راحوا للبقال، راحوا لمتجر البقالة. طيب بعد كده راحوا فين؟ يلا يا رنا قوليلي. راحوا للصيدلية وجابوا دواء. طيب بعد شوية بقى راحوا فين؟ يلا يا ياسمين، راحوا متجر الملابس. برافو عليكم. فين سلمى الشطورة؟ هتقولي بقى راحت فين آخر حاجة؟ مكتبة بيع الكتب. طيب احنا كده افتكرنا هم راحوا فين، تعالوا بقى نعرف اشتروا ايه، او نفتكر كده هم اشتروا ايه مع بعض. يلا ارسم دائرة حول المنتجات التي اشترتها نادية مع والدتها. اشترت ايه أول حاجة؟ يلا مين هيقول؟ أول حاجة قلنا راحت فين؟ المخبز، هتجيب خبز أكيد. طب بعد كده راحت فين؟ يلا مين هيقول؟ برافو عليكم، راحت لمين؟ للبقال، جابت عسل. وبعد كده راحت للصيدلية، جابت دواء. وبعد كده راحت لمتجر الملابس وجابت هدوم. وفي الآخر خالص راحت فين؟ يلا مين هيقول؟ المكتبة، وجابت كتاب. يبقى عدد المنتجات اللي اشتريتها نادية قد ايه؟ مين شاطر بيعرف يعد؟ يلا يا محمود عد معايا. 1 2 3 4 5. برافو عليكم، بقيت هنا كام؟ 5. يلا نكمل مع بعض كده، عايزة اشوف بقى مين فيكم لسه فاكر نادية جابت كل حاجة بكام. شوف بقى مين اللي ذاكرته حديدية وقوية جدا. يلا، ده كده الأماكن اللي نادية راحتها والحاجات اللي اشتريتها، مش كلها بس يعني معظمها. يلا قولولي بقى أول حاجة جابتها ايه؟ العيش. طيب جابته منين يا ولاد؟ من المخبز.
برافو عليكم. طيب كان سعره كام؟ مين فاكر؟ برافو، كان ب5 جنيه. ممتاز. طيب وبعد كده اشتريت بقى ايه تاني؟ يلا افتكروا كده، اشتريت ايه تاني؟ العسل. طب العسل جابته منين يا ولاد؟ ممتاز يا محمد، من البقال. طيب وكان سعره كام برضو؟ ممتاز جدا جدا، كان سعره 5 جنيه. وبعد شوية اشتروا الدواء. الدواء جابوه منين؟ من الصيدلية. برافو عليكم. طيب وكان سعره كام؟ 9 جنيه. ممتاز جدا جدا. طيب واخر حاجة جابتها ايه بعد كده؟ بعد دول جابت الملابس، والملابس جبناها من متجر الملابس او من محل الملابس، وكان ساعتها القميص ده ب 40 جنيه. انا بجد مبسوطة منكم جدا جدا. لما نادية بتروح السوق بتعمل ايه؟ اول حاجة بتستخدم كلمة من فضلك، يعني لما تيجي تطلب حاجة من اي حد، من اي بائع هناك او اي بياع موجود في المكان، تقول له من فضلك، لو سمحت، بعد اذنك، ممكن تجيب لي مثلا الشامبو ده، طب ممكن تعرفني ازاي اروح مثلا القسم بتاع الملابس. لازم نتكلم بالطريقة دي، ما ينفعش اقول له انت يا عم هات لي، طريقة وحشة جدا. لازم نتكلم بطريقة مهذبة وكويسة زي نادية صاحبتنا بالظبط. طيب ايه تاني؟ لازم تحافظ على نظافة المتجر وعدم إلقاء القمامة. يعني ايه؟ يعني ما تجيش تاكل اي بسكويت ولا حاجة وترمي بقى في الارض، او تشتري ايس كريم وتاكله وترمي مثلا الكيس بتاعه في الارض. كل الحاجات دي مش حلوة خالص، لازم نحافظ على المكان اللي احنا كنا فيه. وعملت ايه نادية تاني؟ بتقول شكرا. يعني بعد ما تشتري حاجة حد يساعدها او يديها حاجة، تقوم جاية قايلة له ايه؟ شكرا. لما تروح تسأل عمه وتقول له مثلا من فضلك ممكن تعرفني مكان اللعب، فيروح يوديها. بعد ما يوديها تقول له خلاص كده وما تقولوش حاجة؟ لا، لازم نقول له شكرا، شكرا يا عمو ان انت ساعدتني، انا مبسوطة جدا ان انت ساعدتني، وهكذا. لازم نعمل كده يا حبايب قلبي. طيب ايه تاني يا ولاد المفروض نعمله؟ تجنب الغضب والتذمر. يعني ايه؟ يعني ما نقعدش نعيط ونصرخ ويا بابا انا عايز اللعبة دي، ماليش دعوة هاتها لي. غلط خالص. لا، لازم نتكلم بالراحة. كمان ما نقعدش نطلب طلبات كتير ونقول عايزين وعايزين وعايزين، في حاجات مهمة لازم نجيبها الأول، وبعد كده ممكن نجيب حاجة إيه؟ حاجة واحدة لينا، ولازم ماما تكون موافقة وبابا، ونستأذنهم الأول بأدب وبالراحة. طاعة علامة صح إذا كان السلوك صحيح، وعلامة خطأ إذا كان السلوك غير صحيح. تعالوا نشوف استخدام كلمة من فضلك عند طلب شيء، هل ده سلوك صحيح ولا سلوك غير صحيح؟ برافو عليكم، شطار جدا. طبعا ده سلوك صحي جدا، يبقى نعمل عنده صح. طيب اللعب في المتجر، ان احنا نلعب في المتجر ونجري ونتنطط، ده ينفع؟ طبعا لا، ده سلوك سيء جدا، يبقى نعمل عنده غلط. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. قل شكرا للبائع عندما تشتري منه شيء، لما تشتري حاجة منه هتقول له شكرا، ده سلوك صحيح ولا سلوك سيء؟ برافو يا هدى، شطورة جدا. طبعا ده سلوك صح. طيب الغضب والتذمر داخل المتجر ينفع؟ برافو عليك يا عمر، ده طبعا سلوك سيء جدا. تعالوا نحل كمان سؤال. عدم الحفاظ على نظافة المتجر، ها مين هيقول؟ برافو عليك يا رحمة، طبعا ده غلط، ما ينفعش نعمل كده خالص خالص خالص. عايزاكم يا حبايب قلبي تبعتولي بقى وتقولولي ايه السلوكيات الكويسة التانية اللي ممكن نعملها لما نروح السوق مع ماما وبابا. وبكده يا أبطال نكون خلصنا حلقتنا النهاردة، ما ننساش نعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة السكول. أشوفكم على خير.